رحت النهاردة جربت بلبن عشان بصراحة عمل ضج كبيرة قوي لما فتح عندنا، وبصراحة عجبني المنيو بتاعه جدا جدا، سيمبل كده باشا وبسيط كده، وكاتب لك كل حاجة وصفها ايه وبيجي معها ايه والسعر كمان كام والكلام ده. جبت من عنده رز بلبن بالايس كريم مع المكسرات، وده كان عامل 25 جنيه، والمكسرات بتيجي في كيس كده لطيف. ولكن تعالى ركز على بقى ايه الرز بلبن. خدتنا انا كده يا باشا ايه معلقه رز بلبن بالايس كريم الاول، وطبعا الايس كريم انت بتحط النوع اللي انت عايزه، حطيت مانجا يعني، وبصراحه الطعم بتاعه كان حلو جدا جدا. ونيجي بقى لمكسرات، هي كانت مكسرات مشكله كده يعني ايه جوز هند بقى على حاجات بقى، بص بقى بتنزل سلو موشن بقى كده يا زميلي، مكسرات على الايس كريم على الرز بلبن، في زبيب في جوز الهند في كل حاجة ممكن تتخيلها. ولكن ده أهم حاجة إن أنت تشوف تاريخ صلاحية المكسرات، لأن بصراحة لما جيت خدتها كان فاضل لها 15 يوم يعني، بس أنت ركز أنا في الحاجات دي. ده بقى المنظر النهائي، تحفة فنية تحفة فنية. نحاول بقى إيه ناخد معلقة من كل حاجة. بص أنا بص كده رحت راجع تاني عشان آخد بقى حتة كل حاجة بقى، بص آيس كريم بقى على رز بلبن على مكسرات على كل حاجة كل حاجة يا زميلي. ودقت بصراحة عجبني جدا جدا، يعني ميكس كده لطيف ب 25 جنيه بتدوق كل حاجة في بقك. هي تجربة كانت حلوة، مش هقول وحشة خالص، ولكن في ناس كتير قوي قالت ان الشيخ وفيه احلى اللي هو في اسكندرية. فانا هنا من القاهرة بصراحة، وما دقتش الشيخ وفيه بصراحة قبل كده، ونفسي اجربه يعني. ولكن كتجربة بلبن في المنتج ده ممكن اديله 8/10 او 9/10 يعني. لا انت ممكن تجربه ب 25 جنيه حلو جدا جدا، لكن لحد ما اجرب الشيخ وفيه يبقى لينا كلام تاني بقى ونشوف ساعتها ايه الاحسن. فلحد هنا بلبن حلو لحد ما نشوف الشيخ وفيه بس كده. ما تنساش بقى تحت في الكومنت تقول لي ايه رايك في بلبن لو انت جربته يعني، او لو جربت منتج تاني من عنده، ولو انت حابب نجرب في حاجة تانية يعني بليلة وكلام ده، او نجرب مطعم تاني انت حابب تشوفنا بنعمل عليه تقييم وكده يعني، ما فيش اي مشكلة اكتب لي تحت في الكومنت. وطبعا انستجرام والتيك توك لان مهمين جدا جدا، وكالعادة دوس كوتش، سلام عليكم.